ده بقى المشروب السحري اللي ان شاء الله هينسف معاك الدهون نسف، ولا تحتاج الأدوية ولا غيره. اسمعي كلامي، زي ما بيقولوا كده في الأمثال، اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. انا مجربة الوصفة دي وجايبة معايا نتيجة 1000000%، بس اهم حاجة الاستمرار. تعالوا بقى نشوف الفيديو وانا عملت العصير السحري ده ازاي. كملي معايا الفيديو، سبسكرايب، احلى لايك، وكمان شيري الحلقة عشان كل حبايبنا يستفادوا. اهم حاجة جربوا الوصفة دي ودعولي دعوة حلوة بظهر الغيب. يلا بقى نكمل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. حبايبي النهاردة بقى هعمل معاكم وصفة بجد سحرية، سحرية بمعنى الكلمة. الوصفة دي انا مجرباها وماشية بجد عليها، وحاجة كده وهم. الوصفة دي بقى ده مشروب هنعمله مع بعض هينسف الدهون، بجد هينسف الدهون وهيعلي الحرق. لو ما عندكيش حرق هيعلي الحرق عندك جامد، وهيزود عندك الحرق جدا جدا. لو مش بتمشي، لو مش بتلعبي رياضة، لو قاعدة في البيت، طبعا انتوا عارفين ان قاعدة البيت اليومين دول بناكل وبنقعد مفيش حركة. بجد الوصفة دي والله العظيم عن تجربة قنبلة بجد، بتعلي عندك جدا الحرق. تعالوا بقى نسمو بسم الله ونقول احنا معانا النهاردة ايه. بسم الله، دي معايا قطعة جنزبيل فريش، معايا خيارتين ومعايا ليمونتين. طبعا انت ممكن تقسمي الكمية، ممكن بس خيارة واحدة ولمونة واحدة ونص البقدونس. وزي ما قلت لكم انا البقدونس ده اختراع، والله سبحان الله، يعني الحمد لله عليه، نعمة ما بعدها نعمة، ما تقطعهوش من البيت. وعندي حزمة بقدونس. لو ما عندكيش جنزبيل فريش ممكن تحطي البودر، ولو ما عندكيش ده ولا ده ممكن تستغنى عنه وتشتغلي على الليمون والخيار والبقدونس بس. هنخرط بقى المكونات دي ونرجع نشوف احنا هنعمل مع بعض ايه. انا قطعت معايا كده الخضار، الخيار والجنزبيل. انا بصوا خدت بس كمية صغيرة، ممكن بشرتين بس من الجنزبيل، بقيت شوية اهم، مش هعمل الجنزبيل كله. وخرطت كده الخيار والبقدونس وبشيل طبعا منه العيدان، ما بعملش العيدان. وهبتدي طبعا هنا انا معايا كوبايتين مية زي ما انتوا شايفين، بسم الله في الخلاط اهو، والتانية. وابتدي انزل طبعا الليمون انا لسه هعصره في الخلاط، انزل بالبقدونس كده، كل الخضار بقى اللي معايا بالشكل ده بالجنزبيل اهو. والله يا جماعة المشروب ده سحري بجد، جربوه، ما تحكموش على الحاجة لما تجربوها، وبعد كده تقولولي ايه رأيكم فيها الاول. اهو عندي الليمون، هبتدي ان انا، لو هتعملي كوباية واحدة بس ممكن تشربيه واحدة الصبح وواحدة قبل ما تنامي، وممكن تمشي عليه بس قبل ما تنامي تحفة، حتى لو مش عايزة تخسي. المشروب ده بجد جميل جدا. هكمل بقى بقية الليمون ونرجع مع بعض. هضرب بقى انا كده عصرت الليمون، هضرب بقى كل الكلام ده في الخلاط ونرجع بقى نصفيه مع بعض ونشوف هيبقى عامل ازاي. انا خلصت كده اهو المشروب السحري بقى معايا كده، عايزة اصفيه صفيه، بس انا عن نفسي انا ما بصفيهوش، لان هو يعني مش يعني بقدونس وخيار. بصوا تحفة اهو. يا رب بقى الفيديو النهاردة كان يكون عجبكم بجد. المشروب ده يا جماعة جربوه وعلى ضمانتي، وقولولي ايه رأيكم من قبل ما تحكموا على المشروب، بجد عن تجربة
ومية مرة بكررها عن تجربة. الوصفة دي بجد سحرية. هنشربها ازاي؟ ممكن تشربيها على الريق، كوباية على الريق وكوباية. على فكرة اعملي نص الكمية ليمونة وخياراية ونص حزمة بقدونس، او ممكن تحطي حزمة البقدونس. البقدونس طبعا مفيد جدا وبتتشرب كده. عايزة تصفيها صفيها بس كده يعني. بصي اللي هو يعني هي كده كاملة متكاملة، كاملة متكاملة. ما ينفعش ان انتي، انا عن نفسي ما بصفيهاش، بشربها كده. انا ماشي على المشروب ده بقالي ازود من سنة والله، وجايب معايا نتيجة كويسة جدا. بس اهم حاجة الاستمرارية، استمري عليه وان شاء الله هيجيب معاكي نتيجة كويسة جدا، او هيجيب معاك نتيجة كويسة. وبجد ادعي لي حاجة كده وهم، وكلها حاجات وتكلفة بسيطة جدا، بسيطة جدا جدا. انا عايزة رأيكم بقى على المشروب ده، اكتبوا لي طبعا في الكومنتات. بيقوي جدا المناعة وصحي جدا في اليومين اللي انتوا شايفينهم اللي احنا فيهم الكورونا وكده. حتى لو بعيد عن التخسيس خالص، هو مشروب كامل متكامل وصحي جدا. ياريت كوباية بالليل قبل ما تنامي وكوباية الصبح. صدقيني لا هتحتاجي للرجيم ولا هتحتاجي لأي مواد كيماوية، ولا كبسون ولا تخسيس ولا أي حاجة. جربي الوصفة دي ودعيلي بجد، ادعيلي. بس أهم حاجة بانتظام ويوميا. حتى لو هتواظبي بالليل مثلا تشربي مثلا واحدة زي دي، والصبح واحدة زي دي، حاجة كده وهم. وبتشرب في ساعتها، تعمليها وانت واقفة في المطبخ وتروحي شربها على طول. هتجيب بجد معاكي نتيجة كويسة جدا، وهتنزل من جسمك السموم كويس جدا. وزي ما قلت لكم عن تجربة. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش في الاشتراك في القناة ولايك، وتشيروا بقى الحلقة عشان كل حبايبنا يستفيدوا. وحاجة كده ان شاء الله تقوي المناعة كويسة جدا. بس طبعا ما تنفعش، ممكن تشيلي منها الجنزبيل، وتنفع للأطفال تبقى كويس جدا. يلا يا حبايبي، طولت عليكم وسلام عليكم.